مكالمات هاتفية وتسجيلات صوتية تكشف عن مولات الفعل الرئيسية بخصوص تصميم إيمان تسونامي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي، كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتبوا هذا الفيديو. وللأكيد إخواني أخواتي اللي غنطرقوا فيه لآخر المستجدات وكذلك المعطيات اللي هي خطيرة وخطيرة للغاية واللي كتخص المكالمة الهاتفية أو التسجيل الصوتي، والمفاجأة والصدمة واللي جاء حسب بعض المصادر المقربة أن المرحومة الله يرحمها إيمان تسونامي كان جاها واحد التهديد من واحد الشخص اللي كان هو صديق قديم ديالها، واللي كانت رفضاته فعلا أنه يكون الزوج ديالها. يعني ربما أن إيمان عرفت المصلحة ديالها بخصوص واش تكمل مع هذا السيد أو لا تحبس، ولكن خذت القرار النهائي أنها ما تكملش مع هذا السيد. فهذا الشيء اللي خلى أنه يعني يتصل بها ويهددها وما إلى ذلك، فهذه كل معلومات لا بد من يعني التحقيق فيها. كذلك تسجيلات صوتية إخواني إخواتي من واحد السيدة اللي كتهدد فيها إيمان تسونامي بسبب واحد الخلاف حول الأحقية بالحضور في واحد الحفل، يعني اللي كانت يعني الحفل كان مزمع يعني يتم يعني في مدينة الدار البيضاء. فهذه المعلومات إخواني إخواتي كلها غيتم النظر فيها يعني والبحث والتحقيق فيها من طرف الشرطة القضائية اللي عندها الحق أنها تبحث يعني وتفك هذا اللغز وهذه المكالمات وهذا الشيء كامل اللي وقع لإيمان تسونامي بعد ما تم فعلا تفريغ ديال هذه المكالمات. يعني وهذا لازم أنه يتم يعني استدعاء جميع المتورطين بما فيهم ذلك الممولين فعلها، وكذلك الوسط الفني حتى هما ذلك الصديقات ديالها، لأن هذا الشيء في داخل فيه يعني الحقد والحسد وانتقام بزاف المسائل، لأن هذا الوسط الفني إخواني إخواتي كما هو معروف يعني دائما أي وحدة يعني كيشوفوها ناجحة في الميدان ديالها فكيتصدوا لها وكيحاولوا أنهم يحاربوها. يعني وهنا يعني هذه المؤامرة اللي قاموا بها هاد الناس أو لهاد المولين فعلا لازم محاكمتهم يعني بأقصى العقوبات، لأن هاد باش يصفوها بديك الطريقة النية ديالهم أنهم بغاو يصفوها لها بعد المحاولة الأولى اللي هي فاشلة. هذه قبل 3 سنوات إذا تذكرتوا أيام الحجر الصحي يعني أيام كوفيد، السيدة اللي عانت الكثير، السيدة اللي كيف ما كانت تشناها كانت في واحد الصحة جيدة جدا، السيدة يعني ما عليها ما بها حتى ولات إنسانة ضعيفة ضعيفة جدا، وهذا الشيء اللي أثار شكوك الناس اللي تفاجئوا بهذا الوضع الصحي ديالها. فعلا تفاجئوا كيف يعقل أن واحد السيدة اللي كانت يعني في صحة جيدة وكانت كتحضر الحفلات فرحانة ودائما كتهلا في الناس، يعني ما عمرها ما درت شي حاجة ماشي هذه، دائما كتحب الخير كتدافع على المظلومين المكلومين يعني كتساعد العائلة ديالها. فبالمناسبة هي المعين الوحيد لذهب العائلة، فهي دائما الأنشطة ديالها يعني في الوسط الفني كتعمل كشيخة يعني في الحفلات كتحضر الحفلات الأعراس يعني في جميع المجالات كتحضر لهم، كتمشي حتى الدول الأوروبية يعني الجالية المغربية وكتحضر لهم من هذوك الحفلات ديالهم يعني وكتجني يعني أموال طائلة. وهذا الشيء اللي خلى هاد الناس يحسدوا هاد السيدة فعلا ويصفوها لها بهذيك الطريقة. فاليوم يعني كنشوفوا صار الابن ديال الإيمان، صار الابن ديال البكر ديال الإيمان اللي مشات فعلا النيابة العامة عند الفرقة الوطنية والشرطة القضائية ورفعت واحد الدعوة قضائية ضد كل مشتبه فيهم في تصفية تسونامي. ربما الابن ديالها عندها يكون عندها شي أسرار، ربما يعني إيمان تسونامي عطات يعني بعض المعلومات اللي هي دقيقة للابن ديالها. هذه فرضية إخوان إخواتي، ربما أنه غيتم الكشف على جميع المتورطين. راه ما يمكنش ان الام ديالها ما غتعاودش ليها كل ما هو صغيره وما هو كبيره. فصراحه كنتمنوا انه يعني السلطات الامنيه تفك هذا اللغز، لان راه كثر القيل والقال، كل واحد شنو كيقول في جميع القنوات، كل واحد شنو كيقول، شي كيقول الخطيب، شي كيقول يعني واحد السيده الصديقه ديالها، شي كيقول مناجر، يعني
مازال يعني ما شفنا الحقيقه واللي غتكون يعني عند ايدي السلطات الامنيه او المحققين اللي عندهم هما الحق انهم يكشفوا لنا الاسماء المتورطين. فالوفاه دي صراحه جاءت مفاجئه فعلا من بعد ما كانوا يعني زاروا عائلتها. كذلك المانجر اللي جاه حتى هو للمستشفى العسكري واللي يعني كيعيش واحد الحاله نفسيه بسبب الصدمه يعني المفاجئه، يعني صراحه راه تصدم لانه كان دائما بجنبها، دائما كيساعدها، كتحكي له يعني كتقول اي حاجه، فهو كيعتبرها بمرتبه الاخت ديالو او الصديقه ديالو. واليوم يعني راه كيتفاجئ بهذا الخبر الصادم. وصراحة أنهم من كانوا زاروها يعني قبل يومين يعني قبل ما تموت مشاو للمستشفى وزاروها، والحالة الصحية اللي كانت في تحسن كبير وحتى إيمان اللي كانت تقصد النيابة العامة مباشرة بعد الخروج ديالها، والعائلة كانوا فرحانين فعلا بتحسن الصحة ديالها فعلا، لأنها كانت بهذيك الرعاية المولوية ديال سيدنا الله ينصره في هذاك المستشفى العسكري اللي عطى واحد العلاج، وحتى ديك العمليه الجراحيه تكللت بالنجاح ديال هذاك الثقب اللي كان وقع عليه في المعده، فعلا تكللت بالنجاح يعني، وما بقى لها الا انها ترتاح بعد ايام فتره نقاهه، وبالتالي تخرج يعني من المستشفى. وهنا فين غتبدا يعني تحارب هؤلاء يعني هاد المنافقين اللي قاموا بهذه الفعله، يعني بالرغم انها كانت كتعارض، انها كانت دائما كتقول الله ياخذ فيهم الحق، انا الله يسمح لهم ما بغيتش لهم هذا العذاب اللي كنتعذب، فإلى الله يسمح لهم راه حتى انا نسمح لهم. ولكن كانت خدات فجأه العائله ديالها انها مباشره بعد الخروج ديالها من المستشفى فهي تقصد النيابه العامه وتطلب الاسماء والمعلومات جميع المعلومات، لكن شاءت الاقدار انها توافيها المنيه. وهنا في مشى السر معها صراحه، هذاك السر اللي مشى مع ايمان تسونامي، ولكن لحسن الحظ فعلا اقولها لحسن الحظ الهاتف ديالها اللي غيبين بعض الاشياء اللي هي في غايه الاهميه. الهاتف راه فيه كل شيء، راه حتى ديك المكالمات اللي كانت كتلقاها من طرف هذيك السيدات ولا داك الشخص اللي كان دائما يهددها، وحتى ديك التسجيلات كما ذكرت في الفيديو، فهاد الشيء كامل غيتم التحقيق فيه، وهادو كاملين غيتم يعني استدعائهم على وجه السرعه باش يعرفوا الحقيقه شكون اللي قام بوضع هذاك السم. فهاد الشيء اللي كنتمنوا من الله عز وجل، وكنتمنوا ان التحقيقات يعني تمشي يعني في الاتجاه الصحيح، ويكشفوا على المتورطين الحقيقيين في هذا الفعل، لانه فعلا القضيه قضيه راي عام وطني، كل شيء كيتسنى وكل شيء كينتظر يعني يشوفوا هاد الموالين الفعله يعني والصوره ديالهم يعني يتفضحوا، لانهم هادو خصهم يكون واحد الحكم عليهم يعني قاسي امام الملأ، يعني تكون المحكمه يعني مفتوحه للجميع يدخلوا ويحضروا لهذيك المحاكمه. فصراحة هادشي اللي كيحسسنا في نفوسنا، وكنشوفوا هاد الناس اللي دائما كنتقموا بهاد الطريقة كيفاش غيعيشوا الحياة ديالهم من القدام، هادي يعني اللي كنتسائلوا فيها، وكلشي كيتسائل كيفاش غيعيشوا هاد الناس يعني بقية الحياة ديالهم بعد يعني هاد الوفاة وهاد العذاب اللي تعذبت فيه هاد إيمان. ولكن لحسن الحظ إخوان أخواتي السيدة تابت يعني وشهدات، وقليل اللي كيشهد يعني في اللحظه ديال الوفاه ديالو الا اذا عطاه الله الصبر يعني، وكانت هي قلبها عامر بالايمان، وهادشي اللي حصل فعلا. اخواني اخواتي نكتفي بهذا القدر في انتظار ما هو جديد، فما تبخلوش انا باللايكات ديالكم والبارطاج ديالكم لهذا الفيديو. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.